من المشكلات الكثير، وكان في بيته صلى الله عليه وسلم، لكن كيف كان يستوعبها صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يؤدبنا صلى الله عليه وسلم؟ تدخل عليه سيدتنا أم المؤمنين صفية بنت حيي باكية شاكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بك يا صفية؟ فتقول: يا رسول الله، حفصة أم المؤمنين بنت الفاروق، يا رسول الله، حفصة إذا مرت علي أو مررت عليها تقول لي يا بنت يهودي. غيرة نساء. أبو سيدتنا صفية كان حيي بن أخطب زعيم اليهود، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت. سيدتنا حفصة تقول لها: يا بنت يهودي، بكل هدوء، لم يعلو صوته صلى الله عليه وسلم، ولم يقل ائتوني بحفصة، ولم يصنع من الأمر شيئا كبيرا، بل يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم، يطيب خاطرها ويقول لها: يا صفية، إذا قالت لك حفصة مثل ذلك فقولي لها إن زوجي محمد، قولي لها إن زوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى. فلما قالت لها ذلك سكتت. يدخل أضياف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترسل أم المؤمنين زينب بصحفة طعام إلى بيت سيدنا رسول الله، والأضياف في حجرة عائشة، في بيت عائشة. تخرج سيدتنا عائشة فترفع الصحفة من بين أضياف رسول الله، ثم تترك يدها فتسقط على الأرض منكسرة متناثرا الطعام. ماذا فعل رسول الله؟ على صوته حسن العشرة صلى الله عليه وسلم، أخذ يلملم الطعام ويقول للأضياف: كلوا غارت أمكم، كلوا غارت أمكم. ثم يقول للغلام الذي أتى بالطعام: انتظر. ويدخل صلى الله عليه وسلم ويأتي بصحفة عائشة ويقول لها: أعطها لزينب، أعطها لزينب. هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم، خير زوج لخير أهل. قال أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. صلى الله على حضرته، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حسن العشرة، كان صلى الله عليه وسلم حسن العشرة حتى مع الخدم صلوات ربي وسلامه عليه. سيدنا أنس يقول: خدمته صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين، وسيدنا أنس غلام صغير عنده 10 سنين عندما أتى إلى بيت رسول الله. 10 سنين خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ضربني وما شتمني وما نهرني وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم. طيب العشرة صلى الله عليه وسلم حتى مع صاحبات سيدتنا خديجة، بعد أن انتقلت إلى جوار ربها، تأتيه واحدة منهن فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو، وهو من هو حضرته. دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقوم وقد هش وبش وبسط رداءه صلى الله عليه وسلم، وأجلس المرأة: من هذه يا رسول الله؟ فيقول: صاحبة من صاحبات خديجة، وكانت تأتينا أيام خديجة. ما أحوجنا إلى هذا الخلق،
نسأل الله أن يحسن أخلاقنا جميعا. اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فينعمون، ويخلصون فينعمون. اللهم اجعل مصر آمنة مستقرة، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا إلهي سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.